وإلى المختص خليفة المحرزي يقول ما بين 6 إلى 12 سنة تقريبا تتشكل 70% من شخصية الطفل. مشاهد أكبر مرحلة تربوية على الإطلاق والتي تشكل أكثر من 70% في تشكيل شخصية الإنسان نسميها مرحلة خطيرة اللي هي من بين 6 سنوات إلى 12 سنة. دائما أقول التربية ترى كلها عبارة عن 6 سنوات. هذه أكبر مرحلة في عمر الإنسان. ليش؟ لأن هاي الفترة فترة الغراس، تبدأ تنغرس في ابن الابن مرحلة التكوين. هاي المرحلة مرحلة خطيرة لو هنا